ماشي البحرية جابهم للنيار تستنى فيهم عفسة خلوية عمي كريم ومدي كيسي باللحية فوق الكرسي مثل العقلية هي هي كاميرا مخفية هي هي عقلية جزائرية ماشي البحرية جابهم دنيا تستنى فيهم عفسة خلوية عمي كريم ومدي كيسي باللحية فوق الكرسي بالدلد العقلية هي هي كاميرا مخفية هي هي أخو هذا أخويا عرفوش افتضاء ما قلت يعطيني زوج قماش أما الصغار أعطيته 160 ألف يديرون على تريح معليش ريح خير ان شاء الله مش حق عليك خويا شوف انسان زعما شي حق عليك تهضر مع الناس كيما هكا تحتاجني خويا من فضلك سيت بلي اسكو تقدر تجي معنا انت فنان اروح تبعنا انت واش بيك تهضر كيما هكا صافي شي ولا هذا اسمح لي تصور هذا في زوج اللي يعطيني هذا السيد من نوتش تسمى كاميرا باش اختي شوفي مانيش نهضر معاك انا نهضر مع السيد معليش كي نهضر معاك هضري معايا خويا سوسيتي هذه كاع مي هذه انت يا معلمه ربي خلاص يهضر معايا سي ما تهضريش معايا انت ما تهضريش معايا انت شوفي انت ما تهضريش معايا كاع ديجا انت ماشي مربيه ما تعرفش تهضري مع الناس اكي فاهم مربي ارتيست نتايا والله انت ما تعرفش تهضري مع الناس اش الدنيا دنيا انت صافي بليز تهضريش كاع ما خصنيش ندير في خلاص يا خويا هذا الشيء اللي كاين في الدار هذا هو هذا هو شويه هو هذا روحك فما شي علاش تشوفك في الدار اللي قادر تعطيش الناس واحد يبقى شاطر مع الناس تعطيش راهي 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 اسمحوا لي انا نقول لك شوف اسمح لي اروح يا اختي نهضر معاك برك معليش خويا ماشي مشكل انا نقول لك صح صح شوف يا اختي انا انسان ما عنديش انا انسان زوالي انا جيت انا دي خدمتي نسرق صح نكذب ما نكذبش بصح هو عطاني اللي هو معايا هو داخل معاه هو معايا هو معاه معايا حبيت نقول لك حاجه على بالك كيفاش انت في كرسي يا خو تقول لهم انا معايا عليك باللي عيب نعيط عليك وانت انسان في كرسي نزيد لك حاجه والله غير عيب انا نهضر معاك نزيد لك حاجه ولا ما نزيدكش حاجه راك كنت ليس مع خويا تعيط لهم قول لهم انا هاد السر راك فاهمني ولا لا غادي نعيط لا بوليس وكي يجيو لا بوليس هضر مع لا اختي على بالك مش عاوني كلمه سراق والله عرفتي شفت سراق باسكو على بالك انت وكان جاره عداك شوفي وكان جار راجل شوفي دوك ندخل عليه بالكف جو بونس با قالك باسكو مغلوبته في الزنقه يجي الحيره لي في الدار عداك دوك النوض نعطيك الصقله ولا ما على بالكش شوفي سقراط وبن سينا والاينشتاين في ثلاثه يتحالوا فيك ما يلقاو لك شدوه على بالك والله مراد تعيي اختي داني تعيي اقسم بالله ما تهضريش معايا حبسي هنا والله غنتهلك كلمه ما تزيديهاش معليش كلمه ما تزيديهاش كلمه ما تزيديهاش كلمه ما تزيديهاش الكاميرا بلي انت اللي عاونتو باش مشى لا باش مشى باش الصوالح انت اللي عاونتو باش ايه السيد قال لي اعطيني سي روجي سيد ما يمشيش باراليزي الله غالب عليه مسكين اختي دير روحك في بلاصه انا كان جيت في كرسي نقول له واحد اعطيني حوايج نحقر الناس انا اختي جيت في بلاصو عطيني عفسه نمدلو خولي لابوليس كيجو لابوليس هضر معاهم يا خويا كاميرا تشوف شوف خويا خويا الله يا الله يستر يا جاب الله يستر الله يستر الله يستر معليش الله يستر شوف شوف دوك انا نخلص هادو نخلصهم باش ما يدوش باش ما يدوش للحبس برك معليش انا نصرحك قولهم انا سراق معاك اسمعني نصرحك نصرحك خويا العزيز انا انسان مسن مريض انا خدام عندي ثلاث نساء وانا دي خدمتي انا اللي نسرق وانا شوف يا خويا شوف حاجه تقعد بيني وبينك برك انا ماني مريض ما والو انا عندي خدمتي انا عندي صبرك والله ما انا ما نجيكش ما نسرق ودا ولا حد شوف انا ماشي مريض مانيش باناليزي بيناتها باش ما يسمعوا نقدر نوقف نقدر اني قلتك نقدر بصح نقول لك واحد الحاجه برك انا شوف ولا تحب نديروا حاجه قول لهم بلي تاعك انا كي نخرج ولا غندير لك ابوك ولا تمشي ولا ما تمشيش انا نمشي لاباس عليا نسرق ما نمشيش اني خايف برك انا بصح ما تبيعنيش ما انا نمشي بصح شوف نقول لك واحد الحاجه ما دير لي والو حلف الله ما تضربني انا نهرب انا ياكل انا جاي ياكل ياكل
خاطيني يا دوك يحكي له كيف الصلاه احكوا له كيف الصلاه قول له ما نقدرش نهضر حتى تريحوا دروك هذا انسان مريض خويا هذا انسان مريض مي مريض شفتو كان يمشي باش يمشي شفتو يمشي دركا ولا لا هذا انسان مريض خويا جاوبني يمشي ولا لا هذا انسان مريض لا دركا دركا شفتو مشى ولا ما شفتوش قول لي ايه لا شتو هو ريحه من ما حط تهضر كلمه الحق اخويا حتدخل بها للجنه كلمه حق شفتو يمشي سمعوا انت قلت لهم بلي مريض في الكرسي ساعه انت قلت لهم بلي مريض ما تقولهمش بلي مريض خلينا نمشي ما تمشيش ساعه ما تقولهمش بلي مريض تمشي ولا لا انا نمشي قلت لهم بلي مريض هذا مشى هذا ما كان نحكي لك بالسرعة وشافني نحكي لك في جيبي شافني رفت شافني رفت طقنايش على الولاد الصغار بديت هذاك شكون هما اللي تركوا قلت لهم نسلكهم يا خو غير باش نسترك شوفوا خلفي قدام ربي وعبادو نسترك وما تعاودش الخدمه هذه شوف انا انسان شوف انا انسان عندي اربع نساء نخدم عليهم هذا قلت لي ثلاثه دوكا قلت لي ثلاثه ايه عندي الرابعه وحده ما حبيتش نحكي يا خليني نكمل لك انا جيت قلت له صح عطيني القمايش حبيت نسقسيك الكاميرا شداتو يعني ايه. شداتو الكاميرا كلفت لقمه جار ومديتهم له شداتو الكاميرا انا عندي دراهم هم ليك ماشي مش ما عنديش انا عندي برك ها عندي دراهم مانيش مخصوص ولا مين سرق دي خدمتي فيس هذا هي كاميرا مخفيه
سيدة ويجري ما شفتوش راه يمشي يا ابو خلي الله ماشي والله ما تخش براهيم هكا الباجي كومبريس عباك 80% انت تاعي هذا هذه حلاله كاين واحد هنا كاين نقول لك واحد شبه بريا انت كل عام هكا هضرك اوليك راسك مع براهيم والله العظيم براهيم انت هو السحار تاع لي كاميرا كاشي اختي سامحيني عندك وراش تاع ويليام والاس اقسم بالله عندك وراش تاع ويليام والاس اسمح لي التليفون اسمع عباك وانا فيا طبيعه انا نسعى عباك انا شغل ما نطيح لهمش ولا بصح كي خرجتيني على رحمه ربي اي كلمه الصباح كلمه العشيه المهم لا ترديها يهوديه انت كاع يحبوك عندك شورتو الباجي ابراهيم يحبوك بزاف وشو يحسن ابراهيم وليد الدار ويحبوك ابراهيم غير الكرش اللي ما جابت هنا ويحبوك بزاف بزاف وقال لك حنايا ندوزو كاميرا بلا امين ماشي كاميرا وحنايا كل عام حنا نجيبوك ونديروا الكاميرا كاشي ما نعطوك والو هاد المره تفاهمنا مع الطوب شوب انا جبنا لك ان كادو وتروح تقضي كثر خيركم يا خو نحبكم نموت عليكم نعد خوكم امين في جيري ان شاء الله هذا العام يا ربي يدخل علينا بالخير والبركه ولهنا ان شاء الله هذا رمضان كاع اللي ما عندوش كاع يفوت رمضان شباب وان شاء الله كاع يعيدوا بيان وان شاء الله الله يخفف على ناس سوريا هذا امين باجي البحرية جابهم للنيا تستنى فيهم عفسة خلوية عني كريم ومديك يزيب اللحية فوق الكرسي بالدل العقلية هي هي كاميرا ما خفية هي هي عقلية جزائرية